نبقى في المنطقة الشرقية. حملة بحر بلا بلاستيك تصل إلى مرتشكة بالناظور في يوم خصص لتنظيف هذه البحيرة الشهيرة وأيضا لرفع منسوب الوعي بضرورة حماية الأوساط البحرية من التلوث البلاستيكي. نتابع مع فؤاد العزوزي محمد حجوب والتحرير لحمزة أيت مسعود. هي مجموعة من النفايات البلاستيكية حصلها هؤلاء الغواصون في قعر بحيرة مرتشيكا خلال مشاركتهم في هذا اليوم التوعوي بخطورة النفايات البلاستيكية والمنظم من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. الكبار والصغار كانوا في الموعد. علموني بالله ما خصنيش نرمي نفايات في البحر وخصوصا النفايات البلاستيكية اللي كتشكل واحد الخطر الكبير بزاف على الأسماك. وتضمنت هذه المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة بأهداف تحسيسية توعوية تبتغي إشراك المواطنين في حماية الشواطئ وخلق محيط بيئي صحي ومستدام قادر على الصمود. وعرف هذا اليوم التوعوي تكريم مجموعة من الفعاليات من مختلف المجالات جمعها حب الاهتمام بصحة الشواطئ وبيئتها، شواطئ تمثل نسبتها أزيد من 28% من مساحة سواحل المملكة.